أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله الطيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، نحييكم من رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم هذا الأسبوع الثقافي الدعوي الذي تنظمه وزارة الأوقاف برعاية كريمة من معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة. أيها الإخوة المؤمنون، اليوم نستأنف تلك الأسابيع الثقافية الدعوية التي نظمتها وتنظمها وزارة الأوقاف، إيماناً من وزارة الأوقاف بنشر الوعي والفكر الوسطي والدين السمح بين أفراد المجتمع، ولا شك أن كل ذلك يعمل على نمو وازدهار المجتمع ووطننا الحبيب. أيها الأحبة، لقاؤنا اليوم يدور حول الكليات الست ومكانة الوطن منها، ومعنا في هذا اللقاء الطيب المبارك قارئاً فضيلة القارئ الشيخ أحمد نعينع، ومبتهلاً فضيلة الشيخ المبتهل عبد اللطيف العزب وهدان، ومن علمائنا الأفاضل الأجلاء معنا فضيلة العالم الجليل فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله النجار عميد كلية الدراسات العليا الأسبق جامعة الأزهر الشريف وعضو مجمع البحوث الإسلامية، ومعنا متحدثاً فضيلة الشيخ العالم الجليل فضيلة الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. أيها الأحبة، كل عام وأنتم بخير، فقد ودعنا شهر رمضان واستقبلنا عيد الفطر المبارك، وتتوالى الأعياد على بلادنا الحبيبة مصر. فمنذ أيام قليلة كنا نحتفل بعيد تحرير سيناء الحبيبة واستردادها من العدو الغاصب ورجوعها إلى أحضان الوطن، فتحية إجلال وتعظيم إلى قواتنا المسلحة، درع الوطن وسيفه، وتحية إجلال وتعظيم إلى جميع قادتنا من رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة، وتحية إجلال وتعظيم إلى أرواح شهدائنا الأبرار الذين خضبوا بدمائهم أرض سيناء الحبيبة الغالية. أيها الأحبة، ويطالعنا بعد قليل عيد العمال الذي تحتفل به بلادنا الحبيبة مصر، والله سبحانه وتعالى بين قيمة العمل، وحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وضح في أحاديث تترى ما للعمل من فضل وقيمة. أيها الأحبة،
وخير بداية لهذا اللقاء أطيب الذكر وأحلى الكلم مع القرآن الكريم، تلاوة مباركة يتلوها علينا قارئنا فضيلة القارئ الشيخ أحمد نعينع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا
سيئاتنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرير ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء
طيب. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين. هكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة تلاها علينا قارئنا فضيلة القارئ الشيخ أحمد نعينع، وقد كانت خير بداية لهذا اللقاء الثقافي الدعوي الذي تنظمه وزارة الأوقاف ضمن الأسبوع الثقافي برعاية كريمة من معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة. أيها الأحبة، يحضر معنا هذا اللقاء كوكبة من علماء وزارة الأوقاف وعلماء مصر، يتقدمهم فضيلة الدكتور محمود خليل وكيل مديرية أوقاف القاهرة، وفضيلة الدكتور سعيد حامد مدير الدعوة بمديرية أوقاف القاهرة، وفضيلة الدكتور منتصف محمود مدير إدارة الإدارات بمديرية أوقاف القاهرة، وفضيلة الشيخ أحمد محمود قاعود محمد مدير عام إدارة وسط. أيها الأحبة، ونتقدم بخالص الشكر والتقدير لأئمة وخطباء مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه على حسن التنظيم وحسن الاستقبال. ويحضر معنا هذا اللقاء فضيلة الدكتور مصطفى عبد السلام إمام وخطيب مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه، كما يحضر معنا هذا اللقاء سعادة الإعلامي الكبير الأستاذ عبد العزيز عمران رئيس الإدارة المركزية بالتلفزيون المصري، وجمع غفير من محبي آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن محبي الثقافة والاستماع إلى العلماء، جاءوا ليستمعوا إلى القرآن الكريم، ليستمعوا إلى الدعاء إلى الابتهال، جاءوا ليستمعوا إلى كلمات العلم من علمائنا الأفاضل، حيث يحضر معنا من السادة العلماء المتحدثين فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله النجار عميد كلية الدراسات العليا جامعة الأزهر الشريف الأسبق وعضو مجمع البحوث الإسلامية، ويحضر معنا فضيلة العالم الجليل فضيلة الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية،
ويختتم هذا اللقاء الثقافي الدعوي بالدعاء والابتهالات والمبتهل الشيخ فضيلة الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان. موضوعنا اليوم أيها الأحبة يدور حول الكليات الست ومكانة الوطن منها، ونبدأ كلمات العلم، حيث إن فضيلة الشيخ خالد الجندي يريد أن يكون مسك الختام في الكلمات العلمية. فالآن نستمع إلى كلمة العلم من فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله النجار، عميد كلية الدراسات العليا الأسبق جامعة الأزهر الشريف، وعضو مجمع البحوث الإسلامية، وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. والحقيقة يعني هناك الكثير، ولكن أكتفي بهذا القدر وأقدم أستاذنا الكريم الفاضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وصار على منوال سنته واتبع شريعته إلى يوم الدين، ورضي الله تبارك وتعالى عن سيدي صاحب هذه الساحة المباركة سيدنا ومولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وعن أبيه، وصلى وسلم على جده أفضل الصلاة وأتم التسليم. وندعو الله تبارك وتعالى أن يصلنا بهذه الساحة المباركة، وأن تظل مجالس العلم في هذا المسجد المبارك وفي مساجد مصر عامرة بذكر الله تبارك وتعالى وبنور العلم. ولذلك فإنني أود أن أتوجه بالشكر والتقدير لمعالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة على هذه الإشراقات الدعوية التي أصبحت سمة من سمات مصر، تقدم فيها الدعوة الإسلامية بأسلوب جديد وبطريقة حديثة معاصرة تواكب الأحداث وتلاحق عقول الناس بالثقافة النافعة وبالعلم الراقي الذي يحرس مسيرته وسيرتهم ويوجه سلوكهم إلى الخير دائما وفقا لما يريده الله ورسوله. ولذلك فإنه يستحق شكرا خاصا، وإنني أدعو الله تبارك وتعالى أن يوفقه وأن يديم عليه نعمة التوفيق، هو وهذه الكتيبة الدعوية الصالحة التي تعمل بجواره والتي تقوم على حمل أمانة الدعوة بفضل الله ثم بفضل توجيهاته. وندعو الله عز وجل أن يوفقنا دائما لما يحب ويرضى. وإنني لسعيد غاية السعادة أن أكون في هذا الحضور الكريم وفي هذا المجلس العلمي الراقي وبين هذه الكوكبة من العلماء الكرام الأماجد، نتذاكر العلم وننسر وصوله للحاضرين المستمعين ولكل من يسمعنا في كل مكان، حتى يعم النفع وحتى تنتشر دعوة الله عز وجل بين الناس سليمة خالية من الدخل ومن العيوب ومن التلبيس التي قد يحرف الكلمة عن موضعه ويغير ما يريد الله عز وجل أن يقوله لعباده أو يطلبه من عباده. والموضوع الذي نتحدث فيه اليوم في غاية الأهمية، لأنه يتكلم عن الخلاصة أو المقصود الأسمى من إنزال الأديان على البشر. فالله تبارك وتعالى ومنذ أن أرسل أنبياءه ورسله بوحي السماء، وهو يضع لهذا الوحي غاية، هذه الغاية يجب أن تحقق أموراً وتحفظ مصالح في حياة الناس، وهذه المصالح لا يختلف عليها اثنان ولا يختلف فيها جيل عن جيل أو مكان عن مكان، ولكنها مصالح
ضرورية تهم الإنسان في كل زمان وفي كل مكان. ولذلك فإن فقهاء التشريع الإسلامي عندما وصفوا هذه المصالح التي يقصد الله عز وجل من حفظها بنزول الأديان وبإرسال الرسل والأنبياء إلى الناس، أراد أن يحفظ هذه المصالح لأنها لا يختلف فيها أمران كما قلت، ولأنها تنفع كل جيل، فلا يوجد أحد من البشر يمكن أن يتحمل على نفسه أو على مجتمعه أن تهدر مصلحة من تلك المصالح أو أن تزول هذه المصالح بالكلية. بل إن أي مجتمع راقي يريد أن يحقق منهج الله في الأرض ويريد أن يحفظ مصالح النفس ومصالح الدين ومصالح العرض ومصالح النسل ومصالح المال، لا يمكن أن يفرط في أي مصلحة من هذه المصالح، لأنها تتكامل فيما بينها، ولا يمكن أن يستغنى عن مصلحة منها، لأن أي مصلحة إذا سقطت من هذه المصالح المقررة والمعروفة فإن كل هذه المصالح لن يكون لها معنى. مصلحة النفس إذا ضاعت لن يكون لمصلحة المال فائدة، ولن يكون لمصلحة الدين فائدة، لأن الدين إنما نزل ليخاطب النفوس، فإذا ضاعت النفوس لن يكون للدعوة ولا للدين محل أو متلقي أو مخاطب، والمخاطب بدين الله ركن أساسي في مسألة الدعوة وفي الخطاب الديني. ولهذا كان من المهم أن تحمى هذه المصالح. الفقهاء ومنذ أن عرفوا التدوين التاريخي ومنذ أن بدأ علم أصول الفقه وهم يولون هذه المصالح أهمية خاصة، منذ عهد الإمام أبي حنيفة، وربما كان يقول البعض إن ذلك كان من عهد الإمام الشافعي، هناك خلاف بين الفقهاء في مسألة التأصيل للقواعد الفقهية وتناول الأدلة الشرعية وفقا لمبادئ علم الأصول، ولكن الراجح أن هذا الأمر قديم منذ بداية الفقهاء الأربعة، وربما كان ذلك ملموسا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي جيل الصحابة وجيل التابعين ومنهم الأئمة الأربعة. ثم إن هذه المصالح كان الفقهاء يقولون إنها تتمثل في مصلحة خمس مصالح، كان الفقهاء يقولون إن المصالح الكلية أو الضرورية التي نزلت أديان السماء كلها، أديان السماء من لدن أبينا آدم وإلى خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم، يقولون إن هذه المصالح أو هذه الكليات الخمس، كانوا يقولون إن هذه الكليات هي مصلحة الدين، لأن الدين مصلحة ضرورية لا يمكن أن يستغني عنها أي مجتمع، فالدين هو الذي يقيم المصالح والحقوق بين الناس على أساس من الاعتدال والوسطية والتدرج، ولا يمكن أن يكون هذا الدين وهو المنزل من عند الله تبارك وتعالى أن يكون له غرض أو هوى. ولذلك فإنما يقوله الله عز
لم يشكر الله من لم يشكر الناس. شكر الله لكل عالم ولكل عمامة أزهرية مخلصة صادقة بذلت هذا الجهد الجهيد من أجل
صالح وجيش تقي، حفظهم الله عز وجل. هذا البلد محفوظ بأبنائه، كنانة الله في أرضه، فرسان الله المغاوير، الأسود الضواري، هم دول القعدة اللي احنا قاعدينها دي. لو ما فيش أمن والله ما حنقعدها، ولا نعرف نعبد، ولا حنعرف ناكل، ولا حنعرف نشرب، ولا أي حاجة. عشان كده ربنا بيقول في على لسان خليل إبراهيم: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. عرفت الأمن بيجي منين؟ يجي منين؟ أولئك لهم الأمن هم مهتدون. يا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اقرأ القرآن، اقرأ الآية 84 85 86 سورة البقرة، انت تشوف درس قاسي، درس مهم جدا. الدرس ده ربنا بيقوله على بني إسرائيل، عملوا ايه؟ بيقول لهم: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. حصل؟ قالوا له حصل. بيكلم بنو قريظة وبنو قينقاع وبنو النضير، اليهود اللي كانوا موجودين أيام النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة. بيقول لهم: مش حصل أني خدت منكم الميثاق قبل كده؟ ما تقتلوش نفسكم. نقتل نفسنا إزاي؟ نقتل نفسنا بالخلافات. اسمعني بس الله يهديك، نقتل نفسنا بالخناقات، نقتل نفسينا ان احنا عشان ماتش كوره نموت بعض، نقتل نفسينا ان ده يبقى فريق وده فريق، نقتل نفسينا ان احنا نتعصب ونتخانق ونختلف. يا اخواننا، مش القران اللي يقول: ولا تنازعوا فتفشلوا؟ وانا اللي جايب الكلام من عندي. فبيقول لهم: واذا اخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون انفسكم من دياركم. طب ممكن اسالك سؤال؟ انا حزممك وبيني وبينك ربنا، انا عاوز اسالك سؤال: انا اخرج نفسي من ديار ازاي؟ حلو السؤال ده. ده الايه بتقول: ولا تخرجون انفسكم من دياركم. انا اخرج نفسي من دياري؟ هو دي في حد يخرج نفسه؟ ايوه، اخوك ده نفسك. لو اصبت بسوء يبقى اصبت نفسك، لو اعتديت عليه يبقى اعتديت على نفسك. خد بالك من الكلام. القرآن بيعتبر المجتمع كله ايه؟ نفس. شوفكم متوحد الله مال، عاوزين نتعلم الله يهديكم، عاوزين نتعلم حاجة. بيعتبر المجتمع كله نفس واحدة. الذي خلقكم من ايه؟ نفس واحدة، وخلق منها زوجها، نفس واحدة. فلو انت طردت اخوك وحاربت اخوك ورفعت السلاح على اخيك، يبقى انت رفعت السلاح على نفسك. لو موتته يبقى موتت نفسك، لو طردته من البلد يبقى انت طردت نفسك. شوف الآية، شوف العظمة، شوف العظمة في القرآن. لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون انفسكم من دياركم ثم اقررتم انتم تشهدون. وبعدين التزموا، كانوا ناس محترمة ومؤدبة، يا ريت. ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم، تظاهرون عليهم بالاسم والعدوان، وإن يأتوكم أسرى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء ما يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. والله يا رب، والله يا رب ما قلت شيء باطل. إلا خزي في الحياة، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافر عما يعملون. صدق الله العظيم. أربع جرائم اتعملوا نتيجة خيانة الوطن. اللي بيخون الوطن بيعمل أربع جرائم: واحد، تقتلون أنفسكم، قتل أخوك المواطن والاعتداء على الآخرين، وتخرجون فريقا منكم من ديارهم. أدي اتنين، اسمع اللي جاي دي، والمعاونة والاتصال مع جهات خارجية. ايه بتقول ايه؟ اي والله القرآن قايلها صراحة. تظاهرون، عارف تظاهرون يعني ايه يا عم الشيخ؟ يعني بتتعاون مع عدوك ضد اخوك ابن وطنك. وشوفنا دول دخل فيها الضباع والديابة من كل حتة، نهشوهم نهش، كانوهم اكل، حولوهم لعبيد، حولوهم لسجناء في اوطانهم. ليه؟ علشان المواطن قام على مواطن، فكانت النتيجة اللي انتوا شفتوها.
فعشان كده قال تظاهرون عليهم بالاسم والعدوان. ومش كده وبس، يجي وإن يأتكم أسارى تفادوهم، يعني يقوم اليهودي كان بنو قريظة وبنو قينقاع مع الأوس وبنو النضير كانوا مع الخزرج، فلما تقوم الحرب بين دول ودول يقوم دول يفتدوا دول، ده انتوا أولاد ملة واحدة وأتباع مذهب واحد وأتباع طريقة واحدة، بقى تفدي أخوك، تبيع أخوك. وإن يأتكم أسارى تفادوهم، يعني عشان تفك أخوك مقابل فلوس تبيعوا، يعني تبيعوا بيع وشراء. الأسير ممكن أسير يبقى زميلك وأخوك وحبيبك وجارك اللي جداره لازق في جدارك، وهو محرم عليكم إخراجهم. أهو ده الانفصام، ده الانفصام اللي حصل للناس اللي تجار الأديان اللي باعوا الأوطان، تجار الأديان اللي بيحرضوا على الوطن، تجار الأديان اللي خلطوا الدين بالسياسة علشان مقاربهم الخاصة، اللي بيحرضوا على بلدهم خارج الوطن. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول أفتؤمنون ببعض الكتاب، تلقاها فين الأخ فلان أو الشيخ فلان قاعد بيقوم الليل، أو صوت القرآن، خشوا على السوشيال ميديا تتفرجوا، قرآن وتلاوة ودعاء وبكاء، وهم يبيعون أوطانهم وهم يظاهرون على أبناء وطنهم بأعدائهم، زي القرآن ما قال، والله القرآن ما ساب شيء. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم. بص بقى الأسلوب القرآني، إلا خزي فين؟ في الحياة الدنيا، اللي حيشوفوا الذل في الدنيا قبل ما يشوفوا الذل في الآخرة. ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، اختفي بذلك القدر، لأن الكلام له شجون والكلام خطير، ولكنها صرخة داعية حتى نحفظ الأوطان ونعرف قيمة النعمة التي أنعم الله علينا بهذا البلد، هذا البلد الذي جعله الله بلدا آمنا وجعله من عظائم النعم. فلولا بلدنا ما كان ديننا، وما كان غذاؤنا، وما كانت حياتنا، وما كان مستقبلنا ولا مستقبل أولادنا. نسأل الله أن يحفظ مصر، اللهم احفظ بلادنا، اللهم احفظ بلادنا، اللهم احفظ بلادنا، اللهم احفظ ولي أمرنا، اللهم احفظ جيشنا، اللهم احفظ شرطتنا، اللهم احفظ شعبنا، اللهم احفظ مواطنينا، اللهم أمن حدودنا، اللهم اصرف الدخلاء عنا، اللهم ابعد الظالمين عنا، اللهم احفظ لنا تراب بلادنا، واحفظ لنا مساجدنا، واحفظ لنا بيوتنا، واحفظ لنا أعراضنا، واصرف الظالمين عنا، ورد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، وأمن بلاد المسلمين وعدهم إلى أحسن حال يا رب العالمين. اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تدع فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. وصل لهم وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله. أيها الأحبة، هكذا استمعنا واستمتعنا بهذه الكلمة الطيبة المباركة من فضيلة العالم الجليل فضيلة الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والتي تحدث فيها وأفاض كثيرا وكثيرا عن حب الأوطان، وركز فيها فضيلته على صيانة الوطن وحمايته والعمل على رفعته وتقدمه. حفظ الله بلادنا الحبيبة مصر بحفظه، فهي تهتف قائلة: أنا تاج العلاء في مفرق الشرق، ودراته فرائد عقدي، أنا إن قدر الإله مماتي، لا ترى الشرق يرفع الرأس بعدي. حفظ الله بلادنا الحبيبة مصر بحفظه،
وأمنها بأمنه ونصرها بنصره ورزقها برزقه وأنزل عليها الأمن والأمان والسلام والرخاء وعلى سائر بلاد المسلمين بل وعلى سائر بلاد العالمين. فديننا دين العالمية ورسولنا أرسل للعالمين. أيها الأحبة، قبل أن نختتم هذا اللقاء بالدعاء والابتهال وفضيلة المبتهل الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان، فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله النجار يريد تعليقا موجزا فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. هو ليس تعليق وإنما هو إشادة بكل كلمة قالها فضيلة الشيخ خالد الجندي. والله أنا استمعت إلى كلام كأنه قد تكلم بما في نفسي، وأنا بتكلم بالقرآن برضه، وكلنا بنتكلم بالقرآن، كلنا نتكلم بالقرآن، بس الكلام الصادق بيصادف في الفطرة الإنسانية مكان وهوى، خدت بالك؟ وخاصة الحديث الذي ذكره وهو معنى يجب أن أنبه إليه وأن يعني أضيف إلى ما قاله تأكيدا وتوضيحا. هذا الحديث الذي استغله المنحرفون والمتاجرون بالدين لكي يقلبوا الدين رأسا على عقب ويحولوا دين الله إلى أداة تخريب للبلدان والأوطان، حين جعلوا الإسلام قالوا إنه السيف وإنه القوة وإنه يغير على الناس بالسيف، واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وجعل رزقي تحت ظل رمحي أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والمعنى الذي قاله فضيلة الشيخ خالد هو المعنى الصحيح، أن القوة هي التي تحمي الخير في البلد. الخير الموجود بدون قوة تحميه ستأتي ذئاب الغابة وسيأتي المجرمون من كل جهة ومكان ليختطفوا هذا المال الذي بين يديك. ولولا أن هناك قوة، ولولا أن هناك دولة، ولولا أن هناك جيش، ولولا أن هناك أمن، ولولا أن هناك رئيس مخلص قيده الله لحراسة هذا البلد وخدمته والقيام على أمنه وصلاحه، لتخطفت ما بين أيدينا الذئاب التي ترونها تنهال في كل ميدان يتشاجر فيه الناس مع بعضهم في الأوطان. وآيات الله شاهدة على ذلك في البلدان حولنا. نرجو الله تبارك وتعالى وندعوه صادقين مخلصين أن يحفظ وطننا وأن يحفظ بلدنا مما أصاب غيرنا. اللهم احفظ بلدنا واحفظ أوطاننا واحفظ رئيسنا واحفظ جيشنا واحفظ شرطتنا واحفظ شعبنا من كل سوء يراد به يا رب العالمين. احفظهم واحرسهم يا رب بعين حراستك التي لا تنام، ونرجو أن نكون يقظين ومنتبهين إلى هذا المعنى. وأشكر فضيلة الشيخ خالد الجندي على هذا البيان الواضح وعلى هذا العلم الصادق، وندعو الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأكتفي بهذا القدر. شكر الله لفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله النجار. ما زلنا وإياكم أيها الأحبة ننقل لحضراتكم هذا اللقاء الثقافي الدعوي ضمن الأسابيع الثقافية التي تنظمها وزارة الأوقاف برعاية كريمة من معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة. ننقلها لحضراتكم من هنا من رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. أيها الأحبة، الآن نأتي إلى مسك الختام لهذا اللقاء الثقافي الدعوي. والحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يبشرنا فيقول: إن الله تعالى حيي كريم، يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا
خائبتين. فندرع إلى الله تعالى بالدعاء والابتهال مع فضيلة المبتهل الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما. فالله يجزي من يصلي مرة عشرا ويبقى في النعيم مقيما. وطني الذي أشدو له، وطني الذي نشدو له، وطني الذي أشدو له وهواه دوما في دمي. هبوا الطهارة والتقى، مصر الكنانة، مصر الكنانة، رب العرش بانيها. لم تحنها من لغير الله باريها، كأنها نخلة في الأرض منبتها وفرعها في السماء يخزي أعاديها. الله أيدها، الله أيدها، في الذكر حددها، الله أيدها، الله في الذكر حددها، الله أيدها في الذكر حددها.
والله أيدها في الذكر حددها وجندها في رباط الحق تحميها. قالت أقمار الدياجي قل لأرباب الغرام كل من يعشق محمد ينبغي ألا يلام. صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها. صلى الله على الله خير الخلق وأحلاها. كل من يعشق محمد ينبغي ألا يلام. قد آتانا بالرسالة المظلل بالغمام. صلى الله على الله خير الخلق وأحلاها. صلى الله خير الخلق وأحلاها. سيدي خير الأنام وله أعلى مقام. سيدي صلى عليه والملائكة الكرام. صلى الله على الله أحلاها. صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها. صلى سيدي خير الأنام وله أعلى مقام. ربنا صلى عليه والملائكة الكرام فله منا التحية وله منا السلام. اللهم صل وسلم وبارك عليه.